الفرصه لا تعوض، ما خاصكمش تزقلوها دراري والبنات. سمعوا معايا مزيان، في هذه الفيديو هذه ما يمكنش تخرج ما ربحش اولا خسر. سمع معايا مزيان حتى الاخ. اليوم في هذه الفيديو هذه غادي نجيب لكم واحد لانش بادي غادي يكون في باي بيت، اللي انا متاكد 100% غادي يدير واحد البلباله، لان حتى لانش باد كبير ديال واحد اللعبه معروفه بزاف كنا كنلعبوها ملي كنا صغار شويه. ما غندخلكمش في الديتاي، خاصكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخ. هذه الطريقه الاولى ديال الربح. الطريقه الثانيه كاين جوج مسابقات. المسابقه الاولى دايره انا غادي نعطي 10000 درهم، غادي نقسمها على خمسه ديال الناس، كل واحد فيكم غادي يربح 200 يو اس دي تي. بطبيعه الحال كاينين شروط وغادي نشوفوهم في الاخر ديال الفيديو. ثاني مسابقه او الثالث طريقه باش تربح، باي بيت منظمه واحد الاير دروب بالنسبه للناس اللي غادي يشاركوا في هذا اللانش باد. بيان سور كاينين دي كونديسيون، حتى هما كلهم غادي نشوفوهم ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. دونك خليك متبع معايا الفيديو باش تعرف كيفاش دير تربح فيهم كاملين، ممكن تربح في كاع المسابقات. ما تنساش قبل ما ندوزو المعقول خلي واحد اللايك وخلي واحد الكومونتير، واحد الكومونتير زوين تشجعني فيه، ديما كنجيبكم هاد البلان ديال المسابقات وديما غنبقى نتهلا فيكم. الناس اللي شاركوا معايا في المسابقات الاخرين راهم شافوا وصلوا من الفلوس في لي واليت ديالهم، خاص غير نتوما ديروا لاكشن. صراحة كنت كنقول ما بقاش ندوي على لانش باد باسكو فسرت لو كونسيبت والناس بداو تيربحوا منه الفلوس. قلت ما كايناش اشاك فوا كل 10 ايام غادي نديرو فيديو على لانش باد باش ما نكثروش على فلاشين يوتيوب ديالنا. وإني شحال من واحد انستغرام سيغتو دايوغ اللي ما كيتبعنيش انستغرام يدخل دابا يتبعني وممكن يتراسل معايا. قالوا لي الناس امير هاد هضروا لي على الكاستا، هضروا لي على الايزي، هضروا لي على مونستر جالاكسي حتى هو اللي غايجي دابا. وقلت بلاص ما غنبقى نجاوب كل واحد، نبقى ندير لكم كل لانش باد ندير لكم فيديو ونعطيكم رايي، وتا انا حاسس انا كنشارك بهم كاملين. اوكي هاد لانش باد هذا اللي غادي يكون دابا واحد 3 ايام، راه مابقاش لي الوقت بزاف باش غادي يكون لونغاجمون ديال لي بيت، راهو ديجا بدا التقياد البارح، سمحوا لي تعطلت عليكم ولكن راه مازال الحال. اوكي دونك ديال مونستر جالاكسي، هاد اللعبه هادي غتكون مفيد سمعتوها في شي قنت، كنا كنلعبوها فيسبوك، لعبه كبيره. وعلاش لي انتريسون بزاف هاد اللعبه هادي؟ لان عندها واحد لا كوميونيتي كبيره بزاف في السوشيال ميديا. فيسبوك عندها اكثر من 1,200,000 متتبع، وبلاتي كتكون واحد من الناس اللي كانوا يلعبوها في الاول ملي الله كنتو تقيتو فيسبوك، لان كانت فريمون معروفه بزاف. دونك شحال من واحد غادي يشري التوكن ديالو غادي يشارك في لانش باد، والقيمه ديال داك التوكن غادي ترتفع بزاف. وممكن حنا بداك كيف ما فسرت لكم في الفيديو اللي فات، ملي غترفع في القيمه حنا نستافدوا من داك البريسيل ونربحوا بزاف ديال الفلوس بلا ما نغامروا بفلوسنا. دونك كيف ديما غادي نشوفوا كيفاش نديروا نشاركوا في هذا لانش باد. اول حاجه تيخصك دير الا كنتي مازال ما درتيها وتهبط ليا في صندوق الوصف وتقيد تما، هذه فيرست كونديشن باش تربح في المسابقه اللي نهضروا عليها في الاخر. اوكي دونك خاصك تحل كونت باي بيت وتفيريفيه في النيفو ليفل 1 كما غنشوفوا. اش غنديروا؟ غادي ندوزوا لي كونديشن هنايا في ليكرون وغادي نهضروا على هذا الشيء. اوكي جايز دونك حنا فيت في بغيت نوريكم لاباج فيسبوك ديالهم هنايا باش تعرفوها، تقدروا تكونوا عرفتوها باللوغو ديالها. دونك هنايا كما كتشوفوا تقريبا اكثر من 1,200,000 متتبع عندها فولوور فيسبوك. اوكي دونك الكوميونيتي هاربه وكبيره بزاف، ما تعطلوش بزاف هادشي. غادي ندوزو حنايا في السيت ديال باي بيت كما قلت لكم خصكم تقيدوا داكشي كامل. دونك هنايا انا راني اليجيبل، دونك تقول لي راك كونغراتيليشن يو ار اليجيبل فور ذا ايفنت. اوكي دونك انا عندي اونجاجي، عندي تقريبا دابا حاليا 2,262 بيت. راني زدت الصراحه، غادي تكون عندي تقريبا 5000 القيمه ديال 10000 دولار. اوكي هادشي كامل عاد زدتها اليوم، ما غاديش تبان دابا لان كتاخد الوقت باش تبان. اوكي دونك هنايا تيرم اند كونديشن كيما كيف ديما كيف العاده، اللي شافوا الفيديو اللي فاتوا راهم عارفين شنو كاين. خاصكم فيريفي الكي واي سي ديالك ليفل 1، دونك راه فسرنا في الفيديو الاول ما غنعطلوش عليها هنايا. ذا ديلي افريج اماونت اوف بيت خاصو يكون عندك هو تقريبا 50 بيت كل نهار، يعني الناس دابا اللي غيشوفوا الفيديو اليوم راكم ديجا في النهار الثاني ديال المسابقه. دونك دازكم نهار تعطيكم 5 دايز، دونك خاص تقريبا كل نهار تبان عندكم 50 بيت. انا ننصحكم باش تكونوا مينيموم عندكم حطوا واحد 250 بيت حتى 300 بيت. اوكي واللي عنده اللي باغي يحط اكثر يحط اكثر، من احسن تحطوا اكثر لان اللي حط بزاف ديال البيت وانجاجا هو اللي غادي يربح اكثر. وخاصكم تعرفوا بانكم ما غتخسروا والو في هذا البلان هذا، ما كتريسكيو حتى شي حاجه. اوكي عطاكم غير مثال، في البلان ديال الكاستا لانش باد ديال الكاستا اللي فات كنت حطيت 2,262 بيت تقريبا، هي واحد 5000 دولار، ربحت فيها 600 دولار، يعني تقريبا واحد 11 حتى 12% من المونطون اللي حطيت انايا، يعني ما عندك ما تخسر. حاجه اخرى كنت اكتشفتها في المهم في الاناليز ديالي، دائما القيمه ديال البيت هذا هو الحاجه اللي نقدروا نقولوا تقدوا تضيعوا في الشونج ديال البيت او اليو اس دي تي. اوكي اون فوا مثلا هنايا نوريكم في هذا البلان هنايا عرفت شنو كنطرح هنا، كان اللانش باد ديال الكاستا. اوكي
اون فوا علاش كنطلع؟ لان كانوا الناس هنا كيشريو البيت باش يشاركوا في اللاشبا ديال الكاستا. اون فوا الكاستا تلونسا والناس ربحوا خداو الفلوس ديالهم بداو تيبيعوا البيت ديالهم. سي بوغ سا هبط حتى لهنايا 81 وبقى كيرانجي في هاد البلاصه هادي. وعاود دابا الناس باش عاود بغاو يشاركوا عاوتاني في اللاشبا ديال مونستر جالاكسي بداو كيشريو عاوتاني البيت وهو بدا كيطلع. دونك نتوما حاولوا اون فوا يسالي اللاشبا بيعوا لي بيت ديالكم اوكي وسينوا اللاشبا الجاي وسريوه في داك الرانج وعاودوا تسناو حتى يسالي لانش باد الماجي وبيعوا لي بيت ديالكم. انا صراحه هذه القضيه اللي اكتشفتها اليوم وبغيت نشاركها معكم باش تستافدوا. راه ممكن تربحوا منها حتى في التريدينغ الا كان جا شي واحد شرا هنايا وصلت لهنايا راه غادي يربح الفرق بيناتهم. دونك انا عاد شريت هنايا صراحه في واحد في واحد 95 في هذه النقطه هذه فين شريت. دابا حاليا راه انت في البيت ديالي راني رابح اوكي مي ممكن تشريو ماشي مشكل انا مازال غادي يطلع حتى الاخر ديال لانش باد عاد غادي يهبط. دونك هذه غير استوس بين قوسين باش تكونوا عارفينها. دابا نرجعوا ل سميتو لي كونديسيون ديالنا. دونك حاولوا ديبوزيو لو ماكسيموم اللي تقدوا اوكي لو ماكسيموم لانكم ما ديبوزيتو اكثر كل ما غادي يجيكم في لوكاسيون اكثر. دونك هما شحال عاطين تقريبا 10 مليون ديال جي جي ام في هذا لانج باد. هذا البرايس ديالو باش غادي يتلح غادي يكون واحد جي جي ام كيساوي تقريبا 2 سنتيم. دونك هاي هنايا الكاب بير يوزر يعني الماكسيموم اللي ممكن يشد شي واحد هو 14000 جي جي ام. هذا الماكسيموم يعني اللي حط بزاف الفلوس ماكس اللي غادي يشد هو 14000 جي جي ام. المره اللي فاتت انا في الكاستا باش نعطيكم دي زيكزامبل كونكري كنت حطيت هذا المونطون هذا وكانت جاتني تقريبا 475 كاستا اوكي. انا غنحاول نوريها لكم راه عاد رجعت للستوري ديالي باش نشوف شحال جاتني. هي 475 كاستا كانت جاتني اوكي ب 2500 2200 بيت اوكي. دونك دابا حنا نقولوا نقولوا بان غادي نحط الدوبل ديال 2200 غتكون عندي تقريبا 5000. دونك غتجيني واحد مينيموم واحد 900. دونك 900 المهم هادشي غير تقريبيا ما يمكنش نعرفو بالضبط على حساب شحال واحد شارك على حساب بزاف د الحوايج. نقولوا 900 الا ضربت لي طلعت مثلا سميتو جي جي ام غير واحد 50 راه غتجيني تقريبا 1350 دولار ما داير حتى شي حاجه يعني ما تريديش ما ريسكيت ما حتى شي حاجه. غادي نخلص الفرق مثلا الا كنت ساري البيت طايح وغادي نربح هادشي هاد الاماونت اللي تيبان لكم هنايا. وتتبان لي زعما صراحه احسن حاجه ممكن تستخدمها في الكريبتو موني هما لي لانش باد عند باي بيت سورتو عند باي بيت لان كل تقريبا سيمانه عندهم لانش باد وتجيبوا دي بروجي اللي فريمون واعرين وعندهم مستقبل ترى بغيتي تهولديهم ممكن. مثلا الكاستا راه حاليا مازال في 1 دولار من 2 سنت 2 سنتيم او لا كنت حطوها ب 20 سنتيم حتى ل 1 دولار مازال مستقنا فيها يعني ما عندكمش تخاف الصراحه اوكي. دونك هذه غير حساب سريع دي الساعه غادي نصيفط لكم غادي نحط لكم لي ريزولطا في انستغرام. دونك في انستغرام دائما نحاول نصور الى قديش غادي نشوف ديك الساعات وممكن تفوت صراحه 2 دولار كنظن بانها ممكن تفوت ممكن تمشي حتى 10 دولار. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله في لانش باد غادي نشوفوا شنو غادي يطرى مي كنظن غادي تكون اكثر من الكاستا اوكي. دونك حاولوا تحطوا الماكسيموم هذا هو الريزومي حاولوا تحطوا الماكسيموم ديال البيت ديالكم هنايا فوالا هادشي راكم عارفين خاص البيت يكون عندكم في السبوت في الكونت سبوت ديالكم. دونك هادشي يخليكم تقراو من بعد ماشي مهم بزاف مي هادو هما المهمين اكثريه. دونك سناب شات بيو درك كانت بدات في 13 في هذا الشهر يعني البارح ما راه طلتش بزاف عليكم الصراحه وغادي تسالي في 17 في هذا الشهر هذا يعني بقى 3 ايام و18 في هذا الشهر غادي يكون لونسمون في سميتو في البلاتفورم ديال باي بيت. دونك كنظن هادشي اللي عندي ما نقول صراحه على جي جي ام. كنتمنى كاملين ان شاء الله نربحوا هذه الطريقه الاولى اللي هضرنا عليها. دونك دراري ماكسيموم فونسي فاليديو لي كونت ديالكم تقيدوا من اللي انا قلت لكم باش المهم مسابقه نرجعوا لها. دونك حاولوا دابا تفاليديو الامور ديالكم باش تشاركوا دغيا اوكي. دابا ندوزوا للمسابقه صراحه تهليت فيكم مسابقات باش نقول لكم شي مرات راه جبت لكم شي بلان تقيد من ليا تنعرف علاش. دونك ما درتش فيها تنزق باش تقيد منه راه تنكيري عليكم تنجيب لكم بلانات والمهم اللهم اني قلب اللخت اللهم فجهد الدراري اللي تيتبعوا الهضره وكيسمعوني راهم تتجازوا من بعد. المهم بالنسبه للدراري اللي تيبغيو البلانات اللي كنجيب لهم تصنت مزيان المسابقه الاولى ديال باي بيت. دونك اير دروب بحال المره اللي فاتت ما بقيتش عارف فين درناها في الغير واقيلا ولا هذا. دونك غير هذه المره كاينه تقريبا 20000 درهم اولا 1000 بيت اولا 2000 دولار كيفما اي عمله بغيتوا تزرعوا عليها غادي تقسم على تقريبا 40 واحد كل واحد غادي تجي 25 بيت. كاينه لا شونس اولا الفرصه شحال من واحد يربح اوكي. دونك شنو خاصو يدير؟ اول حاجه تيخاص تكون مقيد من ليا للتحت الا كنتي مازال ما مقيد منه تقيد منه وفيريفي سميتو الكونت ديالك وداكشي كامل. اول حاجه خاص تكون مقيد من ليا ديالي اللي كنعطيكم دائما. دونك الا كنتي مازال ما درتو هبط لصندوق الوصف وغادي تلقى تما حل الكونت بسرعه اوكي. ثاني حاجه تيخصك تشارك في لانش باد
ديال مونستر جالاكسي، وراني قلت لكم انت خاصكم ديبوزي باش تكون اليجيبل تشارك. انت خاص مينيموم تكون عندكم 50 بيت كل نهار على مده 50 5 ايام. يعني دابا دخلتي دابا صراحه خاص او مون تحط واحد 300 بيت اولا 250 بيت باش تقدر تسمى راك مشارك. اوكي، وثالث حاجه بالنسبه اللي غيدير هاد لي دو كونديسيون تيخصو ثالث حاجه يخلي لي شي كومونتير واعر بزاف ويكون لايك لا فيديو وديك الساعات راه برا. بون لي كونديسيون صراحه ساهلين بزاف، ماشي كومبليكي. ما تنساش بانك واخا الا ما ربحتيش اولا ما كنتيش اليجيب في هاد لي لونج باد اللي جايين، راه التقيده ديالك غادي تبقى خدامه بالنسبه للانج باد الجاي. الا كان شي اير دروب جديده راه غادي تستافد منه، دونك ما تقلقوش. اوكي، دابا غادي ندوزو المسابقه الثانيه اللي هي انا اللي غادي نديرها. اوكي، دونك انا غادي نعطي تقريبا 1000 يو اس دي تي ولا 10000 درهم، غادي نفرقها على خمسه ديال الناس. بالنسبه اللي غادي يسولوني في الكومنتير واش ممكن نربحو بهادي وربحو في هادي، ممكن، ما كاين حتى شي اشكال، خاصكم تحترموا لي كونديسيون ديال كلشي. اوكي، اول حاجه شي خاصكم حال كونت باي بيت بيان سور، وحلو باللي ديال اللي كنعطيكم دائما. دونك الا كنتي مازال ما حلو، حلو في صندوق الوصف. اوكي، ثاني حاجه شي خاصك تشارك انت في لاش باد ديال مونستر جالاكسي. ما غاديش نعاود نفسر لكم كلشي، راه ديجا هضرنا على هادشي في الاول ديال الفيديو كيفاش دير تشارك. اوكي، ثالث حاجه تيخصك دير واحد تريد في البير ديال جي جي ام يو اس دي تي. دونك جي جي ام هي مونستر جالاكسي، تيخصك تريدي ان سول تريد، المهم حلو واخا تحلو اعتباطيا، تيخصك ضروري تريدي باش تما احترمتي لا ثوازيام كونديسيون. دونك اون فوا تكون درتي هادشي كامل وتكون احترمتي هاد القواعد كامله، شنو غادي دير؟ غادي تصيفط لي سكرين شوت لكاع الايطاب. اول ايطاب بانك تقيدتي في باي بيت وديبوزيتي الفلوس، ثاني ايطاب تكون ساركتي في لانش باد. ملي كتسارك في لانش باد تيقول لك راك كدير اونجاجي، ملي كدير ديك اللعيبه ديال اونجاجي لي بيت تيعطيك بانك راك اونجاجيتيها وبانك راك شاركتي وكتساين. دونك هذه كدير لها سكرين شوت وكتصيفطها ليا انا. ثالث حاجه خاصكم ديروا لي سكرين شوت ديال التريد ديالكم اللي درتو في جي جي ام اس تي تي، تسكرينيو ليا وغتصيفطو ليا. هادشي كامل غادي تصيفطو ليا في انستغرام. اوكي، دونك انستغرام ديالي ها هو غتلقاو هنايا. وما تنساوش رابع حاجه تاهي نزيدوها، خليو شي كومونتير زوين بزاف هارب بزاف نعول عليكم، وصيفطوا لي هادشي كامل حتى هو سكرين ديالو، صيفطوا لي هادشي كامل في انستغرام، وديك الساعات انا غادي نختار خمسه ديال الناس. اوكي، دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو هادي. نتمنى تكون عجبتكم الفكره، وكيف ديما الا كان عندكم شي اقتراحات خليهم في لي كومونتير، كان عندكم شي تساؤلات خليهم في لي كومونتير دغيا. لايكوا الفيديو، بارطاجيو مع اصحابكم، اللي كيبارطاجي بزاف راه كنشوفو كنتهلا فيه. هادشي اللي كاين، نشوفو فيديو ان شاء الله الجايه. تشاو.